مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بيان عربي. نزل عندنا التحديث الأسبوعي لتطبيق سناب شات، التحديث برقم 13.00.41. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث وطريقة إضافة درجة الحرارة على ستوري لسناب، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون جرس لايك الفيديو حتى نحدث التحديث. حدث التحديث لسناب الأسبوعي، في البداية ندخل على الأبل ستور، ندخل بالأعلى وننزل الشاشة إلى أسفل، راح تنزل التحديثات النازلة. ونزل عندي مثل ما تشاهدون لسناب التحديث برقم 13.00.43.270 ميجا. قبل ما نحدث نروح على الإعدادات، ندخل على الإعدادات، ندخل إلى عام، ندخل على تحديث البرنامج، نتأكد الآيفون 13.6. وأنا تركت لكم رابط التحديث يوم أمس نزل، راح تركب صندوق الوصف. بعدها أدخل على مساحة التخزين، هذه المساحة الكلية 128 المستخدم 95، فرق بيناتهم لازم يكون بين 20 وال 30 جيجا مساحة غير مستخدمة حتى الآيفون يشتغل بصورة صحيحة وما يصير حرارة بي. بعدها راح أنزل على السناب. دائما إذا السناب أو أي تطبيق عبر الواحد جيجا حذف وإرجع. ليش نحذفه ونرجع؟ حتى ينزل آخر تحديث ما بيه مشاكل، والمستندات والبيانات تكون أكثر شيء، يعني كلهم سوى 300 و400 ميجا، الآن جيجا ونص. في متابعين يدخلوا لي 13 جيجا 14 جيجا، وهذا طبعا يزيد الحرارة مال الهاتف وما ينزل تطبيق بصورة صحيحة. الآن نحذف التطبيق ونرجع نرجع والاحتفاظ بالاشتراك، وبعدها أرجع إلى الأبل ستور، أرجع أعمل تحميل للسناب. والآن كمل التحديث أدخل عليه، هذا حسابي KHLD 123525. بعدها حتى أنشر درجة الحرارة على ستوري أدخل على أختار لقطة، وبعدها أدخل على ثالث أيقونة، راح تظهر عندي هنا درجة الحرارة وتقدر تخليها وتضيف أيقونات ثانية. أتمنى بنهاية الفيديو استفادت، وطلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. أيضا العداد هنا صار فيه خيار ثاني، نص وربع وعشرة ثواني، هذا هو الجديد اللي موجود في الاسم. استفاديتوا من الفيديو، اللي عنده سؤال او استفسار يكتب لي برسالة وأنا حاضر، ومع ألف سلامة.